صباح الخير. احنا النهاردة بنصبح عليكم بالجمال ده والانتاج الكبير الحقيقة اللي بنشوفه النهاردة من القمح دهب مصر الاصفر. الحقيقة هذا المحصول الاستراتيجي المهم بنشوف هذا العام مساحات شاسعة منزرعة بالقمح. الحقيقة واحنا في زيارة لمشروع الصالحية، هذا المشروع 56,000 فدان منهم 5,000 فدان قمح. منظر الحقيقة متميز جدا، ري بالبيفوت اللي هو الري المحوري، حاجة الحقيقة تفرح جدا. تعالوا مع بعض ناخد المعلومة الفنية ونشوف هذا المشروع العملاق اللي بيدر خير على مصرنا الحبيب. دكتور عبد الرؤوف الجوهري العضو المنتدب لمشروع الصالحية، من صباح يقول لك صباح الخير. صباح الخير يا فندم. الحقيقة أنا يعني مبسوط بهذا الجمال، يعني مساحات شاسعة خضراء، إنتاج متميز وده خير لمصر. إحنا في عجالة كده سريعة قبل ما نتكلم عن القمح، نقول المشروع ده عبارة عن كام فدان وبينتج قد إيه؟ مشروع إحنا أولاً إحنا بنرحب بيكم في مشروع الصالحية، مشروع خير مصر. أنت شايف الجمال بتاع القمح، عندنا قمح وبطاطس وعباد شمس وبنجر، وعندنا محاصيل استراتيجية عالية، عندنا فول بلدي، عندنا بصل. ارض الخير في هنا في الصالحية. انت شايف جمال القمح اللي موجود. احنا عندنا 56,000 فدان مشروع الصالحية. الجزء اللي احنا فيه جزء ده 21,000 فدان. المساحات كلها مزروعة، مفيش حتة في الصالحية الا مزروعة بالتكنولوجيا الحديثة بالبيفوت سيستم اللي انت شايفه ده. وتشوف انت القمح الجميل ده، القمح شوف القمح، شوف السنابل العدالي، شوف حجم السنبله، طول السنبله قد ايه. فده صنف ايه يا دكتور؟ ده صنف مصر واحد. ده جميل وبعدين متفرع وحجم السنبله عالي، انتاجيته عاليه جدا، بيوصل من 20 ل 22 ارداب. على الرغم ان الارض صحراويه. على الرغم ان الارض، لان الارض هنا جميله، بقت ارض مش صحراويه، بقت ارض سوداء، لان المشروع الصالحيه بدا من سنه 80. ده اللي عمله الرئيس انور السادات والمهندس حسين عثمان الله يرحمهم، هم اللي عملوا الصالحيه جنه مصر. اللي عايز يشوف ارض ويشوف تكنولوجيا حديثه ويشوف انتاجيه عاليه يجي يشوف. احنا عندنا البطاطس بتطلع 22 طن، عندنا القمح هنا من 22 من 20 ل 22 ارداب قمح في الصنف ده. الصنف ده مش شايف زي ما انت شايفه، التفريع عالي وحجم السنبله عالي جدا. طيب البيفوت ده كام فدان؟ البيفوت ده 150 فدان. 150 فدان. 150. عندك كام بيفوت؟ احنا عندنا 34 بيفوت زارعينهم قمح دلوقتي، يعني حوالي 5,000 فدان، 5,000 ونص فدان دول اللي زارعينهم احنا قمح في الصالحية. بسم الله ما شاء الله، يعني ده انتاجيه كبيره من القمح. حضرتك احنا برضو عندنا بطاطس تصدير برضو بنصدرها، عندنا القمح عشان نبدا نقفل مشكله الاستيراد بتاع القمح، المشكله اللي احنا من اعلى دول العالم استهلاك للقمح، فعشان نقلل من الضغط على الميزان المدفوعات. ما هي دي اللي بتوفر، دي اللي بتوفر. بقى يعني مقام بقى على كل ده في انتاج حيواني؟ في عندنا انتاج حيواني 4,000 راس. يعني عندنا احنا بنطلع 45 طن لبن يوميا بنسلمهم للشركات. عندنا 4,000 راس، وعندنا مكان، عندنا ان شاء الله هنبدا نتعاون مع وزاره الزراعه في الاستيراد المشروع المليون بقره او مليون راس. عندنا احنا الصحفيه بتقدر تساهم ب 10,000 راس موجوده، لان احنا عندنا مكان يسع ال 10,000. المشروع اللي اطلقه السيد الرئيس عبد التعسيف. ايوه ده عشان نبدا نحد من ارتفاع سعر اللحوم. وعشان نغطي الفجوه، لان عندنا حوالي 20% 40% عجز في اللحوم في بلدنا. وعندنا اللبن، احنا عندنا بنطلع 45 طن بنسلمهم للشركات. وده خير. انا بقول لك تعالوا اتفرجوا على التكنولوجيا الحديثه. احنا هنحصل امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله هنحصل في مايو. فان شاء الله هنبدا بعد في نهايه 4 كده، قبل 4 بحوالي بتاع 25 يوم هنبدا نقلل الري عشان نبدا نجهز للحصاد. يعني نبدا نصوم وبعدين نجهز. انا بتمنى ان انتوا تيجوا تتفرجوا وتشوفوا الذهب، الذهب الاصفر ده وفد في التجارة ان شاء الله. ده حاجه جميله جدا. واحنا بقى عشان داخل علينا البيفوت يعني بالري كده بدل ما يغرقنا، احنا بنشكرك دكتور عبد الرؤوف على كل المعلومات الجميله دي وهذه الايدي. احنا بنحيي شباب مصر وهذه السواعد الفتيه من اجل خير مصر، بنصبح عليكم. ندعي الرئيس السيسي، تعالى سيادتك شوف الصالحيه وشوف رجاله الصالحيه وشوف الخير بتاع مصر. خير مصر شوفوا هنا في ارض الصالحيه بالملحمه العظيمه اللي عاملها رجاله الصالحيه. حاجه الله جميله جدا، احنا بنحييكم عليها. خير لمصر، بنصبح عليكم. صباح الفل يا فندم. والحقيقه زي ما سمعنا هذه المعلومات الحقيقه
في عجالة عن القمح ومشروع الصالحية. هنتابع ان شاء الله مع بعض معلومة اخرى في قطاع الزراعة.